استقبلتنا هذه الجبال الرائعة بخضرتها قبل أن يستقبلنا أهلها بجودهم وبساطتهم، والأهم ببطولاتهم وإنجازاتهم. كيف لا، وأصحاب هذه الإنجازات هم أبطال عرب وآسيا والعالم في الملاكمة. أمام هذا البيت المتواضع استقبلنا الملاكم الأب بطيبة أهل الريف المعهودة. وهذه الصالة البسيطة خرجت هؤلاء الأبطال، وإذا تساءلنا كيف، فالجواب هو بالإصرار والعزيمة وعشق البطولة. أنا حسين محمد غصون، مدرب منتخب سوريا ومنتخب الجيش في الملاكمة، وأنا لي شرف أني عم درب منتخب بلادي، ومنتخب سوريا إن شاء الله هو بيحقق نتائج منيحة، لأنه أيام زمان نحن كنا نتعرض لقساوة بالتمرين وما في هالمنشآت، ما في شيء، لحتى سيد الرئيس حافظ أسد الله يرحمه عمل منشآت رياضية في سوريا، عمل منشآت رياضية منيحة، وكانت أيام زمان ما نلاقي القفاز، ما نلاقي الشورت، ما نلاقي البوت، ما نلاقي شيء، يعني نشتري أحسابنا ونلعب. هلأ يعني مأمن أكثر، لكن هلأ التدريب أقل إلا بعد أندية يعني معروفة، هي الأندية معروفة، ولعبة الملاكمة لعبة قاسية، بتطلب من المدرب يعطي اللاعب بشكل جيد، يعطيه صح، يعطيه الشغل مظبوط. أيام زمان كان المدرب يدربنا يتعبنا، ما كان إسا فيها الاحتكاك الخارجي مظبوط مثل هلا. أيام زمان كان تلاقي مثلا تدور عشية لتلبسه، تدور عشية لتعرف لتطلع شوي على الحلقة شوي بمنظر منيح يعني. وأنا يعني بديت بالملاكمة من الصغر، يعني أنا وحيد لأهلي، أهلي ما كانوا يحبوا الملاكمة لأنها عنيفة، وأهلي كنت أنا أروح مثلا على المدرسة أو روح على التمرين أرجع أكل قتلة من أبوي، ما بصير تلعب ملاكمة، يا دراسة يا هاي. فالله يعني راد وحققت نتائج من صغري. كان ب73 بداياتي بنادي الشرطة، ولعبت أول سنة جبت بطولة جمهورية أشبال، وبال74 كمان أشبال، وبال75 أشبال، بال76 و77 جبت بطولة سوريا ناشئين، كنت أفضل لاعبين المنتخب السوري بالملاكمة في ذاك الوقت. وبعدين بال78 و79 لعبت شباب، وكمان جبت اول على الجمهورية. وبال81 انا ب80 و81 احرز بطولة سوريا رجال حتى ال89، انا بطل جمهورية رجال، واحرز بطولة جمهورية بايد واحدة، وايد اليمين كانت مكسورة، وجبت مركز اول في جدارة. وخلال هالفترة هاي انا سافرت عدة سفرات خارجية، منها دورة أسترافا بتشيكوسلوفاكيا بال83 وأحرزت فيها ميدالية فضية، ودورة سرنجاتا ببلغاريا أحرزت ميدالية برونزية، وبطولة العرب أحرزت ميدالية ذهبية، وبطولة آسيا أحرزت فيها ميدالية وقتها كمان ذهبية، وكان رصيدي بالبطولات الدولية عدة ميداليات، منها ذهبية ومنها برونزية ومنها فضية، ومثلت سوريا بأكثر من محفل، وكان لي نتائج. كانت أسرع ضربة قاضية هي في إيطاليا بال82 على لاعب إيطاليا بالثواني الأولى، وزاع المرحوم عدنان بوزو الله يرحمه، الملاكم السوري يتألق بضربة قاضية على الملاكم الإيطالي، هو كان فايت مغرور شايفني أنا عم بلعب غير وزني كنت، والحمد لله أحرزت ميدالية كانت قوية جداً. وانا بلاقي يعني انه نشرت لعبه الملاكمه بضيعتنا بعين الشرقيه، هلا انا بسموها كوبا الصغيره هون عين الشرقيه، عين الشرقيه او المنطقه كلها هاي
فيها 200-300 ملاكم بين بيناتهم أشبال وناشئين ورجال وشباب. وأنا باخذ كل الأوزان تقريبا بالأشبال وبالناشئين وبالشباب وبالرجال تقريبا، عندي 33 بطل جمهورية. أنا بدرب برا بالشوارع، بدرب على الأسطحة، بدرب بالأراضي فوق، بدرب بجبال، وهذا سر نجاح يعني كمان منيح يعني. صلاة ربانية الله بعث لنا إياها الحمد لله. والملاكم لما بيطلع بيشوف أبوه مقلد، ولد مقلد أبوه يعني. أنا بتطلع أبني دخلته بمجال الرياضة، الرياضة هي نزاهة واحترام ومحبة وبتنزه نفس يعني. فأنا دخلتهم بالمجال هذا، ورحنا عنا بتلاقي قفاز ملاكمة مثل أي شيء بالبيت يعني، مثل معلقة، مثل صحن، مثل أي شيء بالبيت. وأنا دخلتهم بالمجال هذا، دخلتهم مجال رياضة ومجال دراسة لحتى يكونوا قمة بالتهذيب. الرياضة بتهذب رحنا قلنا. فأنا بلشت بتدريب ابني سومر من الصغر، كنت أخذه وجيبه معي ولعبه على إيدي ولعبه، ما في إمكانية غير أن لعبه على إيدي ولعبه، حط له وسادة صغيرة يتمرن عليها، وأحرز ميداليات كثيرة، وجاب بطولة آسيا، وجاب بطولة الشرطة العربية، وجاب بطولة ذهبية الجيوش العربية، وجاب بطولات عدة. وابني محمد نفس الوضع كمان. محمد هو ما كان يحب الملاكمة، ليش؟ كان هو متمتع بالقدم، بده قدم بالأساس، أنا فهمان شو بده. فأنا تركته فترة من الزمان لشوف شو بدوها. بعدين طلع هيك شاف أخوه عم يسافر، شاف أخوه عم يروح، شاف أخوه عم بيجي، فقال لا أنا بدي تابع. محمد بنيته قوية يعني، أنا فهمان ليش، لأنه أنا منظورهم في غذاء، عاملهم برنامج غذائي صح، مو برنامج غذائي كرانتين وهذا الشغلات اللي بنحط بأندية تاني للأسف. برنامج غذائي طبيعي، انت رأي شلون؟ مثلا أنا الحليب، البيض، المواد الكلسية، البروتين الكامل، البروتين ناقص، الشغلات كلها أنا دخلتهم فيها يعني. صار لعبة الملاكمة لعبة عقل. فأنا بدك تبرمجه لللاعب من الصغر، برمجه مثل كمبيوتر لحتى تمشيه مثل ما بدك على الصح. مزبوط الحكي يعني، هاي الوضع اللي بدنا اياه رحنا. فراحت الأمور وإجت الأمور، صار أولادي واحد ورا واحد يطلعوا على بطولات. ومحمد جاب بطولة العالم العسكري، محمد جاب بطولة آسيا الوحيد اللي هو بميدالية بالدورة الآسيوية بغوانجو، وجاب بطولة العالم بالبرازيل ماني ذاكر بالعام، وجاب فرد سنة 8 ميداليات ذهب لهالبلد سوريا اللي هلأ رحنا دائما بننتمي إلى ومننتمي للجمهورية العربية السورية بكل فخر. وابني علاء كمان نفس الوضع، الحمد لله هلأ جاي تأهيله على أولمبياد 2016، وهو من أبطال جمهورية لعدة سنوات، وأحرز أكثر من ميدالية من خارج سوريا، والحمد لله له وضع ثاني إن شاء الله، وإن شاء الله بيجيب بطولة العالم يا رب، وبيرفع علم سوريا برات سوريا وبكل محل. وابني أحمد كمان هو بطل، دخل على دور الأربع بطولة العالم ببلغاريا، معلم أنه ظلم، فاز بالميدالية الأولى، فاز على لاعب الفلبين، فاز على لاعب نيوزيلندا. وابني أحمد كمان من أبطال الجمهورية، كل مباراته بتنهيها بالضرب القاضي في الثواني الأولى، ومن أفضل ملاكمين سوريا، وهو لعب بوزن 64 كيلو، لاعب طالب كلية، والحمد لله أولادي أنا كجامعات كمان الحمد لله. ابني علي وهو بطل جمهورية وهو بطل دولي، وأرمينيا كمان دخل على دور 8 بطولة العالم، وأحرز أكثر من ميدالية، وهو بطل جمهورية لعدة سنوات، وهو لاعب متألق وذكي جدا. ولعبة الملاكمة هي ذكاء يعني، وعقل وارتكاز وتوازن واستطاعة وقدرة وتحمل. ولاعب الملاكمة بلا عقل صفر، لأنه عندنا قانون، نحن كل قبضة تسبق العقل الفاشلة بالملاكمة، هذا قانون موجود بكل اما يعني العضلات للاسف يعني، ما مو بس الانسان عضلات، عقل ودماغ وارتكاز يعني. ورحنا نتمنى للملاكمة السورية دائما تكون بالاوج يعني، حتى الالعاب الرياضية بالكامل يعني. من القصة الاولى والملاكم الاقدم، الاب والمدرب والاخ والصديق، تبدأ رواية الانجازات. لم يكن البطل محمد غصون يحب الملاكمة في طفولته لكثرة القسوة التي كانت تظهر في تدريب الوالد للأخ الأكبر، إلا أن الأمور تغيرت مع الأيام إلى حكاية عشق لا تنتهي.
محمد غصون من محافظة اللاذقية، مواليد 1989، بطل آسيا والعالم العسكري. تأسست وتدربت على بعين الشرقي، بناحية عين الشرقي التابعة على جبلي محافظة اللاذقية، على إيد والدي ومدربي حسين غصون. كان بتذكر انه كان عمري 6 سنوات 5 سنوات، كنت شوف اخي سوما الكبير عم يتدرب على ايدين والدي، يتدرب على معدة الوالد، وشوف التدريب اللي كان عم يتدرب. وطبعا انا من لما كنت صغير ما بحب اللعبة، ما كان عندي حب للعبة، لانه كنت شوف قساوة التدريب من قبل والدي لاخي الكبير سوما، وكان التدريب كثير صعب. وبالإضافة لأصدقاء الوالد، أصدقاء الوالد اللي كانوا كمان يلتزموا بالتدريب معه، وشوف البوكس والدم، وخاصة كمان بهذا نفس البيت اللي عايشين فيه لحد الآن ب 23 سنة. بلشت بطولاتي بالأشبال، كمان أول بطولة كمان ما كان عندي حب للعبة، كمان طلعت على بطولة الأشبال خسرت فيها من أول لعبة. انتقلت لبطولة أشبال السنة الثانية، كمان ما أحرزت ميدالي، لأنه كمان ما عندي حب للعبة. انتقلنا لمرحلة الناشئين، مرحلة الناشئين بلشت من قساوة تدريب الوالد ومن تصميم والدي على مسابرتي للرياضة، بلشت أحقق أول ميدالي ببطولة الناشئين. وكمان الأعوام ماني حافظة بالذكر، بس بشكل عام بطولات الناشئين اللي أحرزت فيها ذهب. انتقلت لمرحلة الشباب، مرحلة الشباب لما شفت أخي سومر بمرحلة الرجال والشباب بلش يسافر خارج البلد، صار في حافز للرياضة، صار في حب للرياضة، إنه يطلع لبرا نياله، إنه عم يشوف دول العالم، بيروح بيبسط، بيلعب بطولات، يطلع على التلفزيون. هون بلش حبي للرياضة. بمرحلة الشباب بلشت تدريب وتصميم مع والدي، وصرحت له لوالدي انه رح بلش معك ورح نحقق ميداليات ان شاء الله انا وخيي سوما. واول بطولة شباب احرزتها بجدارة كبيرة ببطولة الجمهورية، فوز قوي، كان صعود قوي لإلي، من خلاله تم اختياري لتمثيل سوريا ببطولة العرب بمصر ب 2007. اي 2007 احرزت بطولة العرب، ذهبية العرب للشباب، كمان كانت ذهبية رائعة جدا لسوريا، خاصة انه الدور النهائي يطلع الخصم معي من الجول الثاني. كشفت من خلال نفسي انه عندي موهبة قوية وعندي مبادئ أساسية بالملاكمة، انه زرعها والدي منذ الصغر، شفتها من خلال حبي للعبة، وهذا كان بمرحلة الشباب. تفوقت على الملاكم التونسي بالجولة الثانية، والملاكم العراقي بالضربة القاضية بالجولة الأولى، والملاكم المصري بأرضه بمصر قامت البطولة، كمان أحرزت بالجولة الثانية ضربة قاضية، وحققت أول ميدالية ذهبية لسوريا ب 2007 ذهبية عرب للشباب، رغم أنه سوريا 7 سنوات لم تحقق ذهبية عرب للشباب. وهذا كان شيء حافز انه خليني استمر ببطولاتي، استمر بطموحي اللي صار يتوسع طموحي من بطولة الشباب لبطولة آسيا لبطولات الرجال. لما رجعت من مصر 2007 انتقلت لبطولة الرجال المفتوحة ب 2008، كمان كان عندي عدة ملاكمين من سوريا أبطال آسيا سابقين، وفعلا كان هذه الثقة اللي كسبها من خلال والدي طبعا، لانه التدريب اللي تدرب عند والدي كنت شوف الويلات، فما في شيء بقى تلاقيه مستحيل قدامك، لانه انت اخذ استعداد، مستعد للبطوله، مستعد جسديا نفسيا. الحمد لله طلعنا بطوله الرجال، كمان
حققنا فوز عظيم على ملاكمين سوريا أصدقائي، بوجه لهم تحية طبعا، بس كانوا تفاجئوا بالملاكم الصاعد محمد غصون، ومن خلاله تم اختياري من 2008. طبعا هذه كانت بطولة بنهاية السنة 2008، تم اختياري لتمثيل بطولة ألعاب بحر المتوسط بإيطاليا. أقام رئيس اتحاد الملاكمة تجارب لمنتخب بيني وبين بطل ألعاب الأولمبي السابق من سوريا. صارت التجارب وحققت فوز عظيم على الملاكم السوري، وطلعت على بطولة البحر ألعاب البحر المتوسط، حققت فيها برونزي. كانت أول مشاركة رجال خارجي لإلي، هي رجال. من بعدها تم بقوة المباراة اللي جرت بينه وبين الإيطالي صاحب دهلية الألعاب الأولمبية، صاحب دهلية العالم، الملاكم روسو. كانت مباراة قوية، خلصت 7-4 فارق التطبيقات. اختار مباشرة الاتحاد العالمي للأيبا اختيار الملاكم محمد غصون للتدريب بمعسكر مغلق في إيطاليا، وتم تأهيلي لبطولة العالم في إيطاليا، وهذا كان شيء كثير حلو بالنسبة لي. كان كثير عم يعطيني طموح أكبر وأكبر أني شارك ببطولات العالم. شاركت بطولة العالم بإيطاليا كمان، جرت في إيطاليا، بس لسه كان ناقصني بعد المعسكرات الخارجية، كان ناقصني بعد الاحتكاك مع الملاكمين الأقوياء. وأنا شفت إنه الوقت كان لسه بكير لي، فما زعلت يوم اللي صرت بطولة العالم، وصلت الترتيب الثامن إلى الدور 16 عفوا، ومن خلاله انتقل حرزت عدة ميداليات اللي ذكرهم أخي، لأنه أنا وجاريت أخي من 2008 بلشت مع أخي أطلع معه بطولات مثل بطولة البقعة اللي حرزنا فيها أنا سومر ذهب، بطولة الفجر بإيران رغم أنه ما ذكرها، بس أحرزنا كمان ذهبيتين، أحرزنا كمان بطولة 2009 أحرزت برونزيت السرنجادة الدولية، كانت تعتبر من أقوى الدورات العالمية في السرنجادة ببلغاريا، أحرزت فيها كمان فضيت، فوقت يوم تعالى الملاكم الكوبي والملاكم المصري في تفوق منيح، خاصة الملاكم الكوبي من أقوى الملاكمين بالعالم. دورة الألعاب الآسيوية في عام 2010 هي الدور الأطمح والدور اللي طمحت له من خلال 2008 اللي كنت اسمع فيها ب 2010. بلشت استعدادي أنا ووالدي بهي الدورة، كان تدريبي كله عند والدي، تجهيز رغم بالإضافة للمعسكرات اللي خضناها ب 2010 من قبل نادي الجيش ومن قبل الاتحاد الرياضي العام اللي كثف عدة معسكرات وعدة بطولات دولية من أجل التحضير لبطولة دورة الألعاب الآسيوية. ودورة الألعاب الآسيوية تعتبر من أهم الدورات في القمم. أحرزت الميدالية الذهبية والميدالية الوحيدة لسوريا، لبلدي الغالي سوريا، وأحرزت الميدالية الوحيدة للوطن العربي. كان اللقاء الأول مع كازاخستان، ملاكم صاحب برونزية آسيا سابقا، ورغم أنه هي أول مشاركة إلي آسيويا للرجال، شاركت أنا بدورة العاب بحر المتوسط للرجال وهي أول مشاركة آسيويا. قالوا الكل يستهتروا بجسمي، يقولوا ملاكم سوري، منيح اللي بيجي مع الملاكم السوري أنه يلا بنربحه للسوري مباشرة. بس للأسف تفاجئوا بالملاكم السوري، خاصة الملاكم الكزغي والملاكم الإيراني اللي صاروا يطلعوا بالجمهور، يطلع بالمدرب إنه مين هذا؟ مين هالملاكم؟ الحمد لله الملاكم الكزغي تفوقت عليه 11-6، الملاكم الكوري 10-1، هي دورة آسيوية يعني، أنا الحمد لله تفوقت بنقاط كبيرة على الملاكمين. الملاكم الإيراني اللي الحائز على ذهبية دورة الألعاب الآسيوية ب 2006 والحائز على ذهبية آسيا 2007 والحائز على ذهبية آسيا 2008 واللي حكى عليها سومر من قبل شوي إنه خسر أمام علي مظاهري، هو نفسه هذا الملاكم علي مظاهري كمان تفاجأ إنه خسر أمام محمد غصون 2-1 فارق نقطة. كانت مباراة قوية، مباراة تحدد الذهب بينه وبين الملاكم علي مظاهري بالدور ربع النهائي. من خلال انتقلت للنهائي مع الملاكم الهندي، فوقت عليه بنتيجة قوية 8-1 وأحرزت الميدالية لبلدي سوريا. من خلاله
رجعت لسوريا والحمد لله تم تكريمي بشكل كان تكريم جيد واستقبال من الأهالي من محافظة اللاذقية ومن عدة محافظات بسوريا. تم استقبالي بشكل كان يعطيني حافز قوي أنه يلا ها من الألعاب الآسيوية للألعاب الأولمبية للألعاب البطولات العالمية. وفعلا التقاط لبطولة العالم العسكري بالبرازيل في عام 2011 اللي تعتبر من أهم البطولات العالمية العسكرية. شاركنا في عدة فرق كمان، للأسف كمان خرجت سوريا بجميع الألعاب الرياضية مثل الدور الآسيوي، واللي أنقذ سوريا من الفشل هو الملاكمين. الملاكم محمد وصول الحمد لله فوقت على 4 ملاكمين، كمان البعض تفاجأ بصعود وجود هذا الملاكم. ممكن عم أحكي عن حالي بس عم أحكي لنوضح. الملاكم وصول التقى أول مباراة مع أستونيا، كمان كانت مباراة قوية تفوق عليه 8-4. المباراة الثانية التقى مع أوكرانيا، وأوكرانيا تعتبر من العظماء في الملاكمة، كمان تفوق عليه بنتيجة 9-5. المباراة الأقوى اللي خلت الجمهور يشعل نار مع البرازيل صاحب الأرض، اللي ما توقعوا خسارة البرازيل أمام الملاكم غصون أو الضباط اللي كانوا موجودين من أنحاء العالم، تفاجئوا بهيدي المباراة اللي كأنه البرازيلي قبل كان لعبان مباريتين قبل، كان لعبان مع الكوبي في الطب وقاضي، لعبان مع الملاكمين كان ربحان بجدارة. فالتقيت أنا وياه بالمربع الذهبي أول جولة، تفاجأ بقوة محمد غصون 3-1 لصالحه. الجولة الثانية ضاع، ما عاد يعرف أي طريقة يتصرف معي، فلاقى النتيجة 9-3. والجولة الأخيرة خلصت 12-3، ما أخذ ولا نقطة، والحمد لله هذا خلاني أتأهل لدور النهائي مع الملاكم الألماني. الملاكم الألماني حظه حلو أنه انكسرت إيده قبل الدور النصف النهائي وانسحب، وتأهلت للذهاب، حققت الذهبية الوحيدة لسوريا، وكانت انعزف النشيد الوطني. هاي كانت فرحتي كبيرة انه ب 2011 انه رفع العلم السوري امام ضباط العالم جميعا. كمان بنفس العام ب 2011 ببطولة العالم العسكري الى بطولة اسيا بكوريا الجنوبية، بنفس العام احرزت ذهبية اسيا بجدارة. والحمد لله هلا عم تتحسن الرياضة السورية. بدورة الألعاب الآسيوية ب 2010 تم تكريمي من السيد الرئيس بشار الأسد، وكان تكريم كثير حلو. هذا الشيء خلانا يكون عندنا حافز بتمثيل البلد بأجمل تمثيل بأي محفل دولي. والشيء الأجمل هو 2014 اللي تم بدعوة من السيد الرئيس باستقبال بعض نجوم رياضيين في سوريا، تم اختيارهم من قبل السيد الرئيس، لأنه هذا الشيء الاستقبال لحضور القسم كان أنه سوريا بخير، بالإضافة أنه الرياضة بالإضافة إنه الرياضة مستمرة. نظرة عيونه الحادة والمترقبة ولكماته المركزة جعلتهم يطلقون عليه لقب الذئب، إنه الملاكم علي غصون. علي غصون من عائلة رياضية، والدي مدربة وبطل سابق ومدرب منتخب سوريا، مدرب نادي الجيش، وإخواتي الخمسة لاعبي أبطال عالم وأبطال آسيا وأبطال دوليين لمراتب عالية، وأنا لاعب نادي الجيش. دخلت الرياضة بالعام بوالد سنة 2000، كنت تشوف إخواتي وعم يدربوا عدل والدي يدربوا، فحبيت اللعبة، دخلت فيها على مهلي، صرت درب فيها، تواصل عائدة الوالد عائدة، حتى دخلت على بطولة الأشبال أول من البطولة
جبت فيها ترتيب اول. لعبت اول لعبه مع لاعب من دير الزور وربحت فيها، وبطوله الجمهوري ولعبت مع دمشق ومع حلب ربحت جبت اول ذهب. ثاني بطوله لعبتها بدمشق كان بطوله ناشئين جبت كمان فيها ذهب، ولعبت شباب كمان جبت فيها ذهب. اتخذت على المنتخب الوطني وصرت لاعب اساسي بالمنتخب. بالرجال طلعت على بطولة تركيا ربحت على لاعب مغربي، ولعبت مع الاذربيجاني خسرت معه جبت برونز. تركيا كان بطولة دولية كنت استفقت الاجبال طالع على الناشئين. وب 2011 طلعت على بطولة عالم كازاخستان حرزت مركز سادس على العالم. بعدين رجعت على سوريا لعبت بطولات جمهورية وبطولات محافظة وبطولات أولمبياد بحلب جبت أولمبياد بحلب كمان، وطلعت كمان على أرمينيا ب 2012 جبت ترتيب خامس على العالم كانت فئة الشباب. بعدين رجعت على فئة الرجال صارت الأحداث صارت سفرنا قليلة كتير وصار معي إصابات أنا فيني شاركت لبطولة خارجية، بس إن شاء الله على البطولات الجاية بنشارك وبنحرز نتائج أحسن في بطولة آسيا بتايلاند وبطولة العالم بالمغرب، وإن شاء الله بنحرز ميداليات كويسة لدولتنا ونرفع علم سوريا برا. بعد الوقت استنت اكتشف اخواتي كنت شوفهم يتدربوا وطلعوا بطولات اتفرج على بطولات وانا اتحمس انه لما بدي اجي دوري انه العب انا اشارك بطولات مثله ونجيب ميداليات. سومر محمد كان بطولة المغرب كنا عم نحضرها كلياتنا يعني، وعلاء وكانوا كلنا يعني بس تكون في بطولة فورا لا حالي لا ارادي نشجع ما بدي اجي بطولتنا نحن نلعب نطلع على الحلقة نحن نمثل سوريا برا نرفع علم سوريا برا. يعني الشعور حلو انك تكون واقف عم ترفع علم بلدك برا سوريا. بهذه الانجازات الرائعة تتجه الانظار الى آل غصون عند كل مشاركة خارجية لسوريا، خاصة ان هناك ثلاثة ابطال اخرين نعدكم بالحديث عن إنجازاتهم الكبيرة في حلقتنا القادمة.